ثلاث بوليت بثلاث. أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا، هذه تحية نوجهها لكم، وفي ثاني حلقة من برنامجكم الأسبوعي MBC في أسبوع، حلقة يوم السبت. أهلا وسهلا فيك يا عادي. أهلا وسهلا، حياك يا تغريدة، يعطيك العافية. أهلا وسهلا مشاهدينا أينما كنتم، دائما البداية بالعناوين. وفاة روان تعيد مطالب إضافة الفحص النفسي والمخدرات قبل الزواج. والاستمطار الصناعي متى يبدأ وماذا يضيف من زيادة في كمية الأمطار؟ وهل مياهه مسمومة وغير صالحة للشرب؟ وهل يشتت سحب الأمطار الغير مرغوبة؟ كلها تساؤلات راح نجاوب عليها في حلقة اليوم. رغم وجود اللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، أعداد ضحايا كورونا تتزايد. ما هي الحلول الجذرية التي ينتظرها العالم لتجاوز أزمة كورونا؟ هو ليس مشهداً من حرب أو مظاهرة، بل هو احتفال سنوي يقام في السلفادور، يجعل المئات يتقاذفون كرات النار الملتهبة على بعضهم. نتعرف على التفاصيل والمزيد في فقرة من حول العالم. ونتابع أيضا في هذه الحلقة مع السلفادور، أقصد حازم. ارمي الناس. أباكم تروح السلفادور أصلا بعد الحلقة. ارمي الناس بالنار حتى، شفت كيف وصلت. أباكم تروح السلفادور أنت الاثنين. ناوي تولع فينا نار هي. أبغاك تسيبيني في حالي. وأنا كمان الله يخليك. طيب، النصر يبدأ مشوار الدوري برباعية وتألق كبير من الأجانب. ونجم النصر السابق الكابتن حسين هادي ضيف حلقة اليوم للحديث عن العالم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بعد قضية مصرع فتاة على يد زوجها في زواج لم يكمل يومه السادس حتى دهسها بسيارته،